السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. أنا جهاز آيفون 7، جهاز نعمل له جيل بريك. هاي العملية تنجح معك للأجهزة المفتوحة بشكل كامل زي هيك، أو مغلقة وعليها آي كلاود ولسه بدك تعمل تخطي، أو بدك تستخدم الجيل بريك عشان تشتغل عليه تخطي أو أي موضوع تاني. يعني بتنجح بالحالتين. بالبداية يا ريت إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الأداة راح نستخدمها مجانية، راح تكلك هذا الملف كامل في التحميل تنزله. هدول ملفات خاصة بالتعريفات، أنا راح استخدم آخر إصدار للأداة. نضغط عليه أوكي. مجرد ما شغلت الأداة 3 تولز راح يعني يطفي مباشرة. فتحت واختارت هاي النسخة للجيلي بريك، بروح على خيار يو اس بي دي كي، بعمل عليه صح وبضغط التالي. هون الجهاز راح يدخل في وضع الريكفري مود. مجرد ما دخل الجهاز بوضع الريكفري مود، الخطوة الثانية عندنا وهي انه ندخله بوضع الديفيو مود. كيف ندخله؟ نضغط خفض الصوت والباور مع بعض، بعد ما نضغط ستارت. مجرد ما طفت الشاشة بعد 1 2 3 برفع ايدي عن الباور وضل ضاغط على خفض الصوت. خلينا نعملها. بسم الله، هاي ستارت. نضغط كبستين مع بعض، 1 2، نرفع ايدنا على الباور. دخل الجهاز في وضع الديفيو مود وبلشت العملية لعمل الجيل بريك. العملية ممكن تنجح معك من أول مرة وممكن من ثاني مرة. ما نجحت معك من أول مرة بترجع بتعيد العملية، بتزبط معك ثاني مرة إن شاء الله. طبعا أكيد زي ما شايفين تمت العملية all done، أعطاني خلص بنجاح. نعمل done وكويت. نفتح أداة 3 tools عشان نشوف العملية تمت ولا نرجع نعيدها كمان مرة. طبعا زي ما شايفين العملية نجحت من أول مرة، الجهاز أخذ جيلي بريك بشكل كامل وما عندك أي مشكلة. بتقدر تعمل أي عملية بدك تعملها تخطي، بدك تعمل أو إذا محتاجه عشان تعمل فيه أشياء معينة في البرنامج. هذا كان الفيديو لليوم، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.